عقد قادة مجموعة العشرين يوم السادس والعشرين من هذا الشهر قمة استثنائية افتراضية عبر الفيديو برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين هذا العام. وجاء في بيان مشترك أن مجموعة العشرين ستقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان الرامية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة. وتعهد القادة أيضا باتخاذ إجراءات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخلهم واستعادة الثقة وحفظ الاستقرار المالي وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوية. كما تهدف الإجراءات لتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تحتاجها وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.